هنبتدي بعد كده نتكلم على جزء تاني اللي هو التليكوميونيكيشن سوفت وير. التليكوميونيكيشن سوفت وير دوت هو السوفت وير او البروجرام اللي بيستخدم علشان نقدر نمانج النتورك بتاعتنا، علشان نقدر نمانج البروسيسورز والديفايسز والتيرمينالز اللي موجودين عندنا في النتورك، ان احنا نقدر نقول الديفايسز دي هتكوميونيكيت مع بعض ازاي بالظبط. Especially involving the audio contents، لو أنا في audio contents عندي في النتورك ويحصل ما فيها transmission. طيب السوفتوير ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود على الكمبيوترز بتاعتنا، بيبقى موجود على السيرفرز. المين فريم دوت نوع من الكمبيوترز بس بيبقى powerful computers، يعني زي السيرفرز بس بتبقى أقوى شوية من السيرفرز. على الراوتر، على السويتش، على المالتيبلكسر، كل ده كل الديفايسز دي لازم يبقى عليها سوفتوير اللي هو يمانج النتورك ديت. طيب الفانكشنز بقى او الوظائف يعني بتاعت السوفت وير دوت بيعمل ايه؟ اول حاجه مثلا بيديترماين الترانسميشن بريوريتي، يعني مثلا لو انا عندي اكتر من ديفايس في النتورك احدد لو في ديفايس ليه بريوريتي معين وجاي منه ترافيك، يبقى لازم الترافيك دوت يعدي قبل بقيه الترافيك من التيرمينالز التانيه اللي موجوده عندي في النتورك. مثلا ان هو يروت المسج، يعني ايه يروت المسج؟ يمشيها من ديفايس لديفايس. مش احنا لما اتكلمنا عن السويتش قلنا السويتش دوت انا ببعت له المسج، اقول انا عايزه ابعتها لديفايس تاني موجود معايا في نفس النتورك. السويتش بمسؤوليته ان هو اللي يروت المسج ديت ويوصلها للريسيفر، فالسوفت وير هو المسؤول عن الجزء دوت. يعني ما احنا السويتش دوت هو ديفايس لازم يبقى عليه السوفت وير عشان اقدر استخدمه. all terminals in the network ده معناها ان انا ان السوفت وير ده برضو بيديترماين انهو terminal او انهو device عايزه تاكسس النتورك. form waiting line او queue يعني of transmission requests، ان احنا دلوقتي في عندنا نتورك فيها 100 يوزر، طب احنا لازم نعمل كيو او لاين، يعني لاين اليوزرز دول طابور يعني علشان نخليهم نرتب الاكسس بتاعهم او نرتب تنفيذ الريكوستس بتاعتهم في النتورك. detect and correct transmission error، لو في حصل error انا مثلا جيت بعت فايل والفايل دوت فيلد ان هو يتبعت في النتورك، طب النتورك السوفت وير هو اللي مسؤول ان هو يا اما يديك مسج تو ريسند المسج الفايل دوت، او ان انت او ان هو اوتوماتيكلي يعدل فيه بحيث ان هو يبعت الفايل ده تاني للريسيفر. السوفت وير برضو بيبقى من الوظائف بتاعته ان هو يعمل لوج، يعني زي بيج كده يحدد فيه الاكتيفيتيز اللي تمت في النتورك ديت، يعمل الستاتستكس لليوسج بتاع كل يوزر او كل تيرمينالز عندنا في الكمبيوتر في النتورك ديت، انهو الديفايسز اللي بيجي عليها ريكوست كتيره جوه النتورك. دي برضو حاجات مهمه جدا بتبقى ضروريه للمانجرز يعني او النتورك ادمنستريتورز، يعني اللي هم بيبقوا مسؤولين تو مانج النتورك اكتيفيتيز. فاللوج فايل دوت برضو بيتملي عن طريق السوفت وير اللي على البروسيسورز او الديفايسز بتاعه النتورك. Protect the network resources from unauthorized access. أنا لما باجي هعرف security على النتورك، وليكن خلينا نتخيلها كأني هحط software antivirus على الكمبيوتر، مش الantivirus دوت software بحطه على operating system بتاعي، هو نفس القصة. إن أنا ببتدي أقول أنا إزاي هبروتكت الناس اليوزرز اللي جوه النتورك ديت، ومش هسمح لحد بره النتورك يأكسس النتورك بتاعتي ويقدر يشوف البيانات بتاعت او الكوميونيكيشن اللي بيتم جوه النتورك بتاعتي. فاحنا ممكن نكونكلود النتورك مانجمنت فانكشنز. اول حاجه عندنا الترافيك مانجمنت. الترافيك مانجمنت ديت ان انا اللي مكتوب عندكم تو افويد كونجكشن اند تو اوبتمايز تيليكوميونيكيشن سيرفيس ليفل تو ذا يوزرز دوت معناها ايه؟ معناها ان انا ابتدي
احدد كويس قوي الترافيك بتاعي هيمشي ازاي. يعني انا ما اخليش كل اليوزرز مثلا بيريكوست البرينتر في نفس الوقت في نفس اللحظه فيحصل كونديشن ديت اللي هي اختناق يعني للريكوست اللي بتجيلي، ان انا اقدر اوزع ما اخليش مثلا الترافيك ماشي من تيرمينال واحد كله ببعت كل الفايل وبقيت اليوزرز ويتنج في الكيو لحد ما كل الفايل بتاع اليوزر دوت يتبعت. السوفت وير بيبقى وظيفته ان هو يهندل ازاي الترافيك هيمشي جوه النتورك. والموضوع ده على فكره فيه يعني الناس اللي هم متخصصين في النتورك بيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا بيشتغلوا عليها، وانتوا كمان لما تاخدوا ماده نتورك هتعرفوا التفاصيل ديت. تاني حاجه عندنا السكيورتي اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها، انا ازاي هضمن ان مفيش حد ان اوثرايزد ملوش حق ان هو يدخل النتورك ديت ان هو ياكسس النتورك. فهي بتدي اوثنتيكيشن، يعني ان انا على الاوثنتيكيشن ان انا عشان اكسس مثلا النتورك ديت انا لازم يبقى معايا باسورد مثلا، علشان يبقى معناها ان الشخص دوت مسموح له ان هو ياكسس النتورك. بنعمل حاجه اسمها انكريبشن. انكريبشن دوت ان انا كل الكوميونيكيشن اللي بيتم جوه النتورك بيبقى مشفر، بحيث ان لو اي حد قدر ياكسس النتورك ما يقدرش يقرا الترافيك اللي جوه النتورك ديت. الفاير وول دوت ان انا ابروتكت الكوميونيكيشن اللي خارج واللي داخل للنتورك بتاعتي. لو انا في ناس مش مسموح لهم ان هو ياكسس النتورك بتاعتي بعرفهم على الفاير وول وبحدد فالفاير وول بيبلوك اي كوميونيكيشن جاي منهم. لو انا عايزه سكيورتي معينه على كل النتوركس بحددها في الفاير وول دوت. and auditing function and enforce security policies. auditing function اللي هي ان انا ابقى متاكده ان كل حاجه ماشيه مظبوطه. الاودت ان هي المراجعه، يعني ان ابقى متاكده ان السكيورتي مظبوطه وان اليوزرز كل يوزر بيأكس الجزء اللي هو مسموح له ان هو يشتغل عليه في النتورك، وان انا البوليسز والرولز بتاعه النتورك متحققه. النتورك مونيتورنج اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، اللوجز اللي كنا بنقول عليها في السلايد اللي فاتت، ان انا لازم ابقى متاكده ان النتورك شغاله مظبوط، ان السبيد داتا ترانسميشن سبيد يعني مظبوطه، ان اليوزرز كل اليوزر بيأكسس الجزء بس اللي مسموح له ان هو يكومينيكيت معاه جوه النتورك دوت، بحيث ان هو بمونيتور النتورك عشان اتجنب ان المشكله تحصل، مش ان انا بعد ما المشكله احلها، لا ده انا المفروض ابقى بلاند يعني بحيث ان انا قبل ما المشكله تحصل اكون متجنباها. يعني capacity planning ان انا برضو ان انا ببتدي امونيتور النتورك بتاعتي واعمل زي سيرفي اللي هو استطلاع، يعني زي مش استطلاع رأي، اللي هو analysis للنتورك resources والترافيك بتاعتي، بحيث ان انا ابتدي يعني احط بلان كده ايه احسن استخدام للنتورك ديت. اوكي طب انا لو انا عايزه ازود ديفايسز، ايه الديفايسز اللي انا محتاجه ازودها بحيث ان الكاباسيتي بتاعه النتورك واليوسج بتاع النتورك بتاعتي يبقى شغال بشكل مظبوط. اوكي فهو هنا في الكاباسيتي بلاننج سيرفي نتورك ريسورسز اند ترافيك انا ببتدي انالايز وادرس النتورك ريسورسز والترافيك اللي موجود عندي واليوزرز الموجودين. Needs to determine how best to accommodate the needs of the network as it grows and change. ان انا ابقى عارفة انا محتاجة، خلاص انا دلوقتي عرفت ان اليوزرز بيحتاجوا البرينترز كتير قوي في النتورك بتاعتي، طب خلاص ما انا ممكن اعرف اكتر من برينتر علشان اخلي الترافيك بتاعي احسن. هنبتدي هنا نتكلم على النتورك توبولوجيز او النتورك اركيتكتشر، وده برضو كان من وسط الكومبوننت اللي احنا كنا بنتكلم عليها في التيبل بتاع التليكوميونيكيشن كومبوننتس. بالنسبه للنتورك توبولوجي، اول توبولوجي عندنا هو الستار توبولوجي او الستار نتورك. كل التيرمينالز او كل الكمبيوترز مواصلين على سنترال ديفايس في النص. انا لو انا عايزه اكونكت اوصل لكمبيوتر تاني جوه النتورك بتاعتي، انا هروح للسنترال ديفايس، والسنترال ديفايس هو اللي هيوصلني بالديفايس التاني اللي في النتورك بتاعتي. النتورك الرينج نتورك لا، الديفايسز بقى الكمبيوترز العاديه واصلين ببعض، والبروسيسورز بتاعه النتورك واصل دايره بتاعتهم دي، يعني احنا بالظبط زي ما يكون في كيبل عامل دايره كده ما بين الديفايسز والترم والبروسيسورز، كانه ان هو واصل على الكيبل دوت خلاص، فكلهم بيوصلوا بالبروسيسور دوت بشكل
بشكل متساوي، ان انا ببعت الكوميونيكيشن بتاعي دوت على الكيبل لحد ما يوصل للبروسيسور او السويتش، البروسيسور سويتش، اي حاجه، اي ديفايس من الديفايسز اللي بتمانج النتورك بتاعتنا. الباص بقى، الباص ان انا عندي كيبل طالع من الكمبيوتر بتاعي، الكيبل دوت هيوصل بيكونكت بايه، بيانترسكت يعني بايه، مع كيبل تاني. باص ده كانه كيبل تاني، الكيبل التاني دوت كلنا واصلين بيه. فانا دلوقتي علشان اوصل مثلا للراوتر، انا بمشي على كيبل كلنا بنشير الكيبل، كل اليوزرز او كل التيرمينالز اللي في النتورك بتشير الكيبل دوت. الحاجات دي يا جماعه الفرق ما بينها يعني حاجات بتحل مشاكل حاجات، يعني مثلا الستار كان مشكلته لما الديفايس اللي في السنتر بتقع النتورك كلها بتقع، لكن عندنا هنا لو الكيبل مثلا ما بين ديفايس نمبر 1 اللي عند ديفايس نمبر 1 وقع، او الجزء من الباص دوت وقع، بقيه النتورك هتبقى لسه شغاله. فالفرق في التوبولوجيز ديت بيبقى يعني واحد منهم بيحل مشاكل التاني. عندنا فده يعني المين ديفرنس ما بينهم. كل ديزاينر بيديزاين النتورك بتاعته حسب الكيس بتاعت النتورك ديت. طيب الستار والرينج قريبين جدا من بعض. الباص هو الفكره ان احنا دلوقتي ما بقاش عندنا سنتراليزيشن، احنا لو في مشكله حصلت في اي في الكونكشن ما بين اي ديفايس والباص، هو ده الكونكشن بس اللي واقع، بس النتورك بقتها شغاله عادي جدا. المش نتورك بقى، المش نتورك ان انا عندي كل كمبيوتر متوصل ببقيه كل الكمبيوتر الثانيه، في دايركت كوميونيكيشن ما بين كل نقطه، ما بين كل تيرمينال وبقيه التيرمينالز. فانا هنا تخلصت تماما من قصه السنتراليزيشن، ان انا عندي الكمبيوتر في النص لو وقع بقيه النتورك هتقع، لو الباص حصل في مشكله في الباص نتورك، يعني لو حصل في مشكله النتورك كلها هتقع. لا، انا دلوقتي في كونكشن ما بيني وما بين كل الديفايسز اللي موجوده عندي في النتورك، فلو حصل وقع الكونكشن اللي ما بيني ما بين ديفايس نمبر 1 وديفايس نمبر 2، استيل انا قادره اوصل لديفايس نمبر 2 ازاي؟ طب ما انا واصله لديفايس نمبر 3، فممكن ابعت الترافيك بتاعي يمشي لديفايس نمبر 3، وديفايس نمبر 3 كده كده بما انه احنا في ميش نتورك معناه ان هو ليه متوصل ببقيه الديفايسز اللي في النتورك، فهو اكيد واصل بديفايس نمبر 2، فهيقدر ينقل الترافيك بتاعي لغايه ديفايس نمبر 2. بالنسبه للسلايد ديت بتورينا التوبولوجيز اللي احنا بنتكلم عليها، ادي الستار نتورك وادي السنترال ديفايس وكل الديفايسز كونكتد على السنترال ديفايس دوت. لو اي نقطه عايزه تتواصل بنقطه تانية لازم بتعدي على السنترال ديفايس. عندنا بعد كده الرينج نتورك، الرينج نتورك زي ما هو باين الديفايسز كلها كونكتد ببعض، والسيرفر كونكتد في نفس النتورك ديت، زي كانه بالظبط بارت من وسط السيرفر او السنترال ديفايس يعني، او الجزء اللي بيسبورت الكونكشن ما بين الديفايسز يعني، خلاص بالظبط كانه ايكوال لبقيه التيرمينالز الموجودين جوه النتورك. الباص نتورك عندنا ادي كل الكمبيوترز اللي عندنا، وكل واحد كلهم كل الديفايسز كونكتد على الباص اللي في النص ما بينهم دوت. تمام. فانا دلوقتي لو انا عايزه كونكت بديفايس مش بالسنترال ديفايس يعني، انا اقدر اكومينيكيت معاها، ولو حصل اي مشكله في الباص دوت هي دي، هو ده بس اللي حصل، انا كده مش هقدر اتواصل بس مع ديفايس نمبر 2، مع ديفايس نمبر 1 ديفايس نمبر 2، لكن بقيه النتورك شغاله عادي جدا. الواير نتورك في الغالب بتعتمد على الستار او رينج او الباص ابروتش علشان يبني الكونكشن ما بين الديفايسز وبعضها. الستار نتورك اكتر نتورك بتريبريزنت السنتراليزيشن، احنا عندنا ديفايس في السنتر والديفايس ديت كل الديفايسز وكل الكوميونيكيشن لازم بيتم عن طريقها، لكن الرينج والباص بيبقى اقل سنتراليزيشن، او ان هي بتبقى اكتر ديسنتراليزيشن، يعني ديسنتراليزيشن عكس سنتراليزيشن. الستار والستار والرينج والباص الاختيار ما بينهم بيفرق، اختيار انا هابلاي انه توبولوجي فيهم يعني بيفرق في البرفورمانس والريلابيليتي. الريلابيليتي اللي هي نسبه البروبابيليتي ان السيستم بتاعي هيشتغل صح، اوكي،
والتكلفة طبعا بتاعة النتورك بتاعتي. في الستار في الستار نتورك بتعتمد على مالتي بروسيسور اركتكتشر. المالتي بروسيسور اركتكتشر ديت بيعمل ايه؟ دلوقتي احنا اتكلمنا مع بعض ان مشكلة الستار نتورك ان لو في جزء يعني في اي مشكلة حصلت في السنترال ديفايس النتورك كلها مش هتقدر تشتغل. فالمالتي بروسيسور اركتكتشر دوت ان هو بيدي اكتر من سنترال ديفايس ويعمل شيفتنج ما بين او سويتشنج يعني ما بين واحد والتاني بحيث ان هو يبقى فولت تولرنت. بيدي فولت تولرنت كابابيلتي. يعني ايه فولت تولرنت كابابيلتي؟ يعني لو حصل مشكلة يقدر يحل المشكلة ديت بان هو مثلا يسويتش لبروسيسور تاني برضو لسنترال بروسيسور تاني بحيث ان النتورك عندنا ما تقعش. يعني هو دوت بيحل العيوب بتاعة السنتراليزيشن. عيب السنتراليزيشن لو حصل حاجة في الديفايس اللي في السنتر النتورك كلها بتقع. فالمالتي بروسيسور بيساعد بقى ان احنا لو حصل مشكلة في السنترال ديفايس ان ايه ان بروسيسور تاني يشتغل ويهندل الاكتيفيتيز بتاعة النتورك. الجزء دوت بيتكلم على النتورك اركتكتشر والمودلز اللي بتستخدم علشان نبني الاركتكتشر بتاع النتورك. في الاول احنا عايزين نتكلم يعني ايه نتورك اركتكتشر اصلا. كلمة نتورك اركتكتشر دوت يعني ان احنا بنديسكرايب الموديل اللي بيتكون من مجموعة لايرز. اللايرز دي فيها هاردوير او سوفتوير وظيفته ان بيريبريزنت ازاي الداتا هتتحرك من بوينت لبوينت تانية. اوكي يعني الموديل دوت النتورك اركتكتشر ده بيبقى عبارة عن موديل. الموديل دوت متكون من مجموعة من اللايرز. اللايرز ديت اللي بتوضح لنا المسج ازاي بتتنقل من نقطة لنقطة تانية. عندنا اكتر مودلز معروفين هو ال OSI او والحاجة اللي انتوا اكيد سمعتوا عنها ال TCP/IP مودل. الفرق ما بين هما الاتنين يعتبروا واحد. هما الاتنين بيعتبروا نفس ال functionality بالظبط. بس الفكرة ان يعني الاول كان كل الدنيا شغالة على ال OSI مودل. بعد كده جه ال TCP/IP كل اللي عمله ان هو جمع مجموعة layers من ال OSI مودل وخلاها في layer واحد وغير اسامي ال layers. لكن في الاول في الاخر ال OSI مودل او ال TCP/IP هما الاتنين بيشتغلوا بنفس الحاجة ان هما مجموعة layers. ال layers ديت بتحرك لنا المسج من point او المسج بتاعتنا بتمشي بيها من point لغاية ال destination اللي هي عايزة توصل له. اتكلمنا قبل كده يعني ايه بروتوكول او يعني ايه نتورك بروتوكول. نتورك بروتوكول دوت الرولز او الستاندرد اللي لازم المسج تبقى محطوطة فيها بحيث ان احنا نقدر ننقلها من بوينت لبوينت في النتورك بتاعتنا. وقلنا ان احنا اهمية البروتوكولز ديت ان احنا مش كل واحد يبعت مسج بفورمات مختلف عن التاني. في الحالة ديت احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا بروسيسورز بتستقبل المسج. لو البروسيسور دوت بيستقبل كل شوية مسج بفورمات مختلف عن التاني مش هيقدر يفهم المسج بشكل مظبوط. فعلشان كده في بروتوكولز ازاي بالظبط المسج تتبعت عندنا من بوينت لبوينت تانية. اوكي عشان النتورك اصلا معمول عشان نقدر نشير الريسورسز. فزي ما اتفقنا ان انا لازم افورمات الحاجه اللي انا عايز ابعتها دي ببروتوكول معين ويبقى الريسيفر اللي هيريسيف المسج يعني بتاعتي فاهم البروتوكول ده بحيث ان هو يقدر يفك المسج ديت ويقراها. عندنا زي ما اتكلمنا وقلنا النتورك اركتكتشر عباره عن مجموعه لايرز. كل لاير منهم بيبقى شغال على بروتوكول معين وبيحط المسج بفورمات معين بحيث ان هي تروح للاير التاني. واللاير دي تبقى فاهمه بعض لان هما بيستخدموا رولز معروفه. الرول معروف بيشتغل في اللاير ديت فاللاير التاني يقدر يفهم المسج اللي مبعتها له بشكل واضح. من البروتوكولز اللي موجوده عندنا التلنت دوت. التلنت ده بروتوكول اللي هو بيستخدم عشان النتورك مانجمنت. ان انا تو مانج الايكويبمنتس او الايكويبمنتس يعني بتاعه النتورك. وده بيبقى ابلكيشن عاديه بيشتغل على الابلكيشن اللي هي على الكمبيوتر يعني بتاع او على الديفايس نفسه.
عندنا بعد كده التي سي بي اي بي، ده هنتكلم عليه بديتيلز، بس يعني هو برضو تي سي بي اي بي دوت يعني هو بيتكون من تي سي بي واي بي، يعني تو بروتوكولز مع بعض. المهم وال اتش تي تي بي اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وال اف تي بي اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول دوت. الفايل ترانسفير بروتوكول ده مثلا بيستخدم تو كوبي الداتا ما بين تو ديفايس، زي مثلا الكلاينت والسيرفر. لو انا عايزه اخد فايل من على السيرفر، فانا ببعت الريكوست بتاعي بالبروتوكول بتاع ال اف تي بي، عشان انا عايزه اخد كوبي من الفايل اللي موجوده عند السيرفر احطه عندي على الكمبيوتر بتاعي. عندي مثلا بروتوكول تاني اللي هو الاس ام تي بي. الاس ام تي بي اللي هو سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، ده البروتوكول اللي بيستخدم to manage sending الايميلز. اوكي، وهنبتدي نتكلم في السلايد الجايه ان ديتيلز بقى على يعني ازاي البروتوكولز دي بتستخدم في الاو اس اي موديل. هنبتدي دلوقتي بالاو اس اي موديل اللي هو الاوبن سيستم انتركونكشن. الاو اس اي موديل دوت هو يعني اكتر موديل معروف علشان النتورك. هو بيتكون من 7 لاير زي ما هو واضح قدامنا: الفيزيكال، داتا لينك، نتورك، ترانسبورت، سيشن، برزنتيشن، والابلكيشن. انا لما هاجي هشرح لكم انا مش هبتدي من الفيزيكال، انا هبتدي من اول ابلكيشن. اصبر ان الابلكيشن دوت اللي هو اليوزر، من اول اليوزر يعني اللي عايز يريكوست حاجه على الانترنت مثلا. فهنبتدي من 7 لغايه ما نوصل ل1. طيب لو جينا اتكلمنا على الابلكيشن لاير اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو نمبر 7، الابلكيشن لاير دوت بيجي مثلا لو انا يوزر، واليوزر دوت عايز ياكسس ويب سايت، خلاص. فانا كيوزر هيوز البراوزر بتاعي علشان الابلكيشن براوزر اللي هو الابلكيشن بتاعتي علشان اوبن الويب سايت. اول فيز ان انا هيوز ابلكيشن وهبتدي اكتب، اقول انا عايز افتح مثلا جوجل www.google.com. ولو ناخد بالنا مثلا ان احنا لما بنيجي نكتب www.google.com انا بكتب HTTP اللي هي اللي هستخدم الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول مثلا، خلاص. لو انا عايزه في الابلكيشن اللي هستخدم بروتوكول تاني زي ال FTP مثلا، لو انا عايزه اكوبي فايل من على السيرفر، فانا هكونكت على السيرفر واقول ان انا عايزه اكوبي فايل من على السيرفر دوت. اول حاجه ان انا هفتح الابلكيشن اللي بتخليني اكونكت على السيرفر وهقول انا عايزه الفايل ده بس. اوكي، ده في ان انا الابلكيشن داير ده ان انا بتعامل بالابلكيشن اللي على الكمبيوتر بتاع اليوزر. احنا هنا الستاب ده لسه على الكمبيوتر بتاعك كيوزر. فالمهم يعني في الجزء بتاع ان انا هكونكت مثلا بالسيرفر، هاخد فايل من على السيرفر ده، هستخدم البروتوكول اللي هو ال FTP اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول. لو انا عايزه افتح ميل هستخدم الايه ال SMTP بروتوكول. اي مكان اللاير ديت الابلكيشن لاير دوت بيتعامل، هو وظيفته ان انا دلوقتي يوزر عايز افتح ويب سايت معين، عايز ابعت ميل، عايز اعمل اي حاجه، فهفتح الابلكيشن اللي هبتدي اتعامل بيها. يعني ان انا بقول ادي الريكوست بتاعي، انا عايز افتح جوجل، الويب سايت اللي اسمه جوجل. دي ده اول لاير عندنا. طيب انت عملت الريكوست بتاعك على الابلكيشن لاير اللي هو الانترنت اكسبلورر، يعني فتحت انترنت اكسبلورر وقلت انا عايز افتح الويب سايت اللي اسمه جوجل. الريكوست بتاعك ده ينزل على اللاير اللي تحت منه خالص اللي هو اللاير نمبر 7 نمبر 6 سوري، احنا كنا ابلكيشن لاير ان هو نمبر 7، هيروح على البرزنتيشن لاير ان هو نمبر 6، وهاجي في الاخر خالص اقول لك ليه احنا عمالين هنا بننزل بالريكوست بتاعنا، يعني ان احنا بنقول 7 بعد كده 6. طيب البرزنتيشن لاير دوت بيعمل ايه؟ البرزنتيشن لاير ان هو بياخد الريكوست ده ويحطه في الفورمات المظبوط، بيحطه بالسنتكس. انتوا خلاص عارفين يعني ايه كلمه سنتكس، بيحطه بالسنتكس المظبوط اللي هيتحرك الريكوست بتاعك بقى ده بيه على المساله الكوميونيكيشن ميديا، سواء ان احنا هيحصل ترانسليشن، سواء ان بيحصل انكريبشن اصلا لليوزر ريكوست، اي نوع من انواع السكيورتي بتتحط وتتسجل على الريكوست ده.
يبقى احنا كده اتحركنا من الابليكيشن لاير، ان انا كتبت www.google.com، نزلت على اللاير اللي بعد منه اللي هو البرزنتيشن لاير، ان المسج الريكوست بتاعي ده اتحط في الفورمات والبروتوكول المظبوط بتاعه. نزلت بعد كده على السيشن لاير. السيشن لاير دوت ان انا بيبتدي، احنا كل ده خد بالك احنا على الكمبيوتر بتاعك، احنا كل ده ما طلعناش من الديفايس اللي بتسند الريكوست، كل ده بيتم عليه. يبتدي تستابليش سيشن، او تقول ان هيبقى في كوميونيكيشن ما بين البوينت ديت وما بين الكمبيوتر بتاعي وما بين السيرفر اللي عليه جوجل. هو كده بنى سيشن خلاص، وهو برضو اللاير دوت اللي بعد كده بيبقى مسؤول ان هو يقفل السيشن ده، وبعد ما يجي ريسبوند على الريكوست دوت. يعني السيشن لاير ده بيبقى مسؤول على ايه؟ عن ان هو يستابليش السيشن ما بين الديفايسز اللي عايزه تكومينيكيت مع بعضها. بعد كده تتحرك المسج بتاعتنا للترانسبورت لاير. الترانسبورت لاير دوت مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو ياخد المسج الكبيره اللي على بعضها، اللي هي ممكن تكون ريكوست او ممكن تكون ايميل او ممكن تكون فايل بيتبعت، وتقسم المسج ديت into smaller messages، او يعني اسمها small packets. المسج الواحدة بتتقسم into small packets، مجموعة packets كده مع بعضها، كلهم مع بعض بيبقوا هما المسج. بس فكرة ان المسجات اللي بتتقسم ديت بتبقى يعني، او الباكتس ديت بتبقى مربوطة ببعضها خلاص، يعني مش باكيت وخلاص، لا بيبقى معروف ان دي باكيت نمبر 1 الجزء الاولاني، باكيت نمبر 2 الجزء الثاني. يعني القصه دي فيها كلام طبعا كبير، وليها فورمات كتير جدا لتقسيمه الباكيتس ديت. بس الفكره ان هو ده اللير دوت بيبقى مسؤول عن الجزء دوت، وهو اللي مسؤول ان هو لو في مثلا احنا بنبعت المسج بتاعتنا باكت من وسط الباكتس ديت ما وصلتش، اللاير دوت هو المسؤول ان هو يحل المشكله دي ويوصل الباكت دي بحيث ان المسج توصل كامله للريسيفر. طيب مجموعه الباكتس بتاعتنا ديت وصلت خلاص، راحت للاير اللي بعد كده اللي هو النتورك لاير. ايه بقى اللي هيحصل في النتورك لاير؟ النتورك لاير هيبتدي يشوف هو انت ايه الحاجة اللي انت عايز تتواصل مع، ايه الديستنيشن بتاعك. الديستنيشن بتاعي هو جوجل، انا عايز اوصل للسيرفر اللي عليه الويب سايت بتاع جوجل. فهنا النتورك ريال لاير مسؤول على ان هو يهندل الريتشابيليتي ما بين السورس والديستنيشن، التواصل ما بين السورس والديستنيشن. احنا هنا عندنا على الكمبيوتر بتاعنا في حاجه اسمها راوتينج تيبل على الكمبيوتر بتاعك، انت لو عملت له بنج هتشوفه عندك على الكمبيوتر. اوكي، اسمها راوتينج سبيس بينج تقريبا. خلاص، انت لما يتفتح التيبل اللي قدامك دوت هتلاقي عندك انت معاك الادرس بتاع، او الكمبيوتر يعني الادرس بتاع السيرفر اللي عليه جوجل. فتلاقي وبيقول لك انت عشان توصل لدوت للمكان دوت النكست بوينت بتاعتك ايه، او الانترفيس اللي انت المفروض تروح له ايه. فتلاقي مثلا ان انت الانترفيس اللي انت تروح المفروض تروح له 196 بوينت كذا. المهم يعني ادرس معين هو دوت اللي انت المفروض النكست بوينت بتاعتك اللي هتوصل next point اللي هتوصلك للسيرفر اللي عليه الويب سايت اللي انت عايزه. خلاص، الادرس ده هو الادرس بتاع الراوتر بتاعك. احنا بدنا بنتكلم في layer 3 فاحنا بنتكلم على routers. الراوترز بتشتغل على layer 3، معناها ان انت next point بتاعتك المسج المفروض تتنقل من عندك من الكمبيوتر بتاعك للادرس بتاع الراوتر ده. تمام، بس انت خد بالك انت الكمبيوتر بتاعك انت مش عارف الراوتر ده فين. الكمبيوتر ككمبيوتر مش عارف ده في ديفايس تاني هو المفروض يروح له، هو ده الانترفيس او هو ده الادرس بتاع الديفايس اللي هو المفروض يروح. ده الدور بتاع النتورك لاير. خلاص، النتورك لاير هو بيتعامل على اللاير بتاع الراوترز، اللي هو بنقل الحاجه من راوتر من ديفايس لراوتر، او من راوتر لراوتر تاني. خلاص عرفنا الادرس بتاع النكست بوينت اللي احنا المفروض نروح لها عشان نوصل
للديستنيشن، بنروح بقى لللاير اللي بعد كده اللي هو الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير اللاير دوت بيتعامل اللي هي حاجات في اللوكال نتورك. دلوقتي انا معايا الادرس بتاع الادرس بتاع الراوتر، بس انا في النتورك انا ما بتعاملش بالادرس بالاي بي ادرس، الادرس اللي هو في الانتر كل كمبيوتر بيبقى له على الانترنت بيبقى له اي بي ادرس، لكن على النتورك عشان النتورك بقى اللي احنا مش احنا قلنا اتفقنا مع بعض ان احنا الكونكشن بالراوتر دوت احنا بنين نتورك، احنا علشان نبقى تيرمينالز يعني جوه النتورك بتاعتنا كل ديفايس بيبقى له حاجه اسمها ماك ادرس خلاص. فانا ببتدي بقى بروح لللاير اللي بعد كده ان انا اقول طيب الادرس اللي النتورك لاير قال لي عليه دوت انا هات لي الماك ادرس بتاعه، هات لي الادرس بتاعه بقى في النتورك عشان انا عايزه احرك الداتا بتاعتي من الكمبيوتر ده لديفايس في النتورك بتاعتي. ما دام هنتعامل جوه النتورك يبقى احنا محتاجين ماك ادرس، اوكي اللي هو الماك ادرس دوت اللي هو ميديا اكسس كنترول. الماك ادرس ان انا ما دام هنقل الديفايس جوه النتورك، فانا اقول مش انت قلت لي ان الانترفيس بتاعك اللي انت هتعدي المسج بتاعتك من خلاله او النكست بوينت اللي انت المفروض تروح لها هي ليها الادرس ده، قول لي ايه الماك ادرس بتاع الديفايس دوت عشان الكمبيوتر بتاعك يقدر يتواصل معي. تمام. وبيحط بقى الداتا في الفريم المظبوط بتاعها خلاص. دي حاجه اسمها فريمينج، ان هو بيبتدي بيحط المسج اللي هتتبعت في الفريم اللي المفروض تتبعت من خلاله للراوتر ده. ليه؟ لان خدوا بالكم من حاجه، لان احنا هنا بنتكلم ان احنا هيحصل اول ترانسميشن جوه النتورك بعد كده ترانسميشن بره النتورك، فهيحطها في الفريم بتاع الترانسميشن جوه لوكالي يعني جوه النتورك نفسه. فالفكره في كلمه فريمنج يعني معناها احنا لما بنيجي نتكلم على الداتا لينك لاير احنا بنحط المسج او الباكت اللي جات لنا دي بنحطها في حاجه اسمها فريم. في الترانسبورت لاير احنا كنا بنتكلم على ايه؟ على باكتس، هي نفس المعنى بس نيمينج يعني ان دوت هنا اسمها فريم وهنا اسمها باكت، اوكي؟ بس يعني مش معنى كده ان هي نفس الباكت يعني نفس الباكت هحطها في فريم، لا ممكن تكون تو باكتس مع بعض مثلا يتحطوا في فريم واحد او كل باكت يتحط في فريم حسب المسج بتاعتي وبالبيانات الزياده بقى بتاعت البوينت اللي انا رايحه لها بعد كده. بعد كده بقى بنروح للفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير دوت خلاص انا هبعت المسج بتاعتي من الكمبيوتر بتاعي وهتمشي على الكيبلز سواء ايثرنت كيبلز كوكسيل كيبلز اي نوع من انواع الكيبلز خلاص، بحيث ان هي هتتحرك لحد ما توصل للنكست بوينت عندي او نكست هاب عندي اللي هو الراوتر اللي موجود عندي. فالمسج طبعا بتاعتي هتمشي في شكل زيروز وانز، وبكده يبقى احنا مشينا على اللايرز كلها من اول لاير 7 لحد ما وصلنا للفيزيكال لاير اللي هيبعت لنا بقى المسج نفسها على سلك النتورك او سواء بسلك نتورك او سواء بوايرلس هيتحرك عندنا من السورس لغايه اول هاب عندنا اللي هو الايه الراوتر بتاعنا. تمام. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المسج بتاعتك ماشي على السلك اللي ما بينك وما بين الراوتر، هتوصل على الراوتر اصبر ان احنا بنتكلم الداتا اللي ماشيه على السلك لما الديفايس هيستقبلها على الفيزيكال لاير اللي هو لاير نمبر 1 يبتدي يبعتها وعايز يعرف المسج ديت ايه المسج دي، لا يبتدي يطلعها للاير نمبر 2 علشان يقدر يفهم ايه المسج ديت ايه الكونتنس مش الكونتنس هي المسج دي جايه لي ولا مش جايه لي، يفك فيها يعني يفك الفريم بتاعها يعني يفك الانكابسوليشن اللي حصل فيها اللي هو الفريمنج اللي حصل فيها. اتفتحت المسج في اللاير اللي فيها وعايز يعرف المسج دي للراوتر ولا لراوتر تاني، طيب محتاج يطلع المسج ديت للنتورك لاير بحيث ان هو يقدر يعرف الادرس اللي هي عايزه تروح له. فيجي يفتح النتورك لاير يلاقي ان المسج ديت مش مبعوته لي، لا دي مبعوته لثلاث تمانيات سوري الادرس يعني بتاع
الادرس بتاع السيرفر عليه جوجل، فيبتدي تاني يروح عامل ايه، يروح عامل انكابسوليشن للمسج ديت خلاص بالانترفيس بتاع الراوتر اللي هي النكست بوينت بقى بالنسبه للراوتر دوت، يروح عامل لها انكابسوليشن او فريمينج يعني تاني، وتاني يروح باعتها للفيزيكال لاير بشكل زيروز وانز، وتتحرك في الكيبل اللي ما بينك ما بين الراوتر دوت وما بين الراوتر التاني اللي هو رايح له، هتروح للراوتر التاني هتوصل له على لاير ايه، هتوصل له على لاير اللي هو لاير نمبر 1 الفيزيكال لاير زيروز وانز، يبتدي ياخد الزيروز وانز دي يجمعها علشان يوصل يوصل للمسج نفسها الاصليه او الفريمز اللي موجوده عندنا. قد كان ناخدها لللاير نمبر 3 علشان نعرف المسج دي مقصود بيها الراوتر دوت ولا مقصود بيها راوتر تاني بس. وفي الحاله ديت وبتفضل البروسيس ديت تتكرر مره ورا مره لحد ما بنوصل للراوتر اللي هو هيرسيف المسج على برضو الفيزيكال لاير، يطلعها عشان يعمل يشوف الفريمز اللي موجوده فيها، يطلعها للنتورك لللاير نمبر 3 يعني عشان يعرف هل هو الراوتر هل ده الادرس اللي المفروض توصل له المسج ديت ولا المسج دي المفروض توصل لادرس تاني، يلاقي ايوه مثلا ده عند السيرفر اللي عليه جوجل، يلاقي ايوه هي هو ده الادرس المفروض المسج توصل له، خلاص يبتدي بقى يفك المسج لو يفك الباكتس ويشوف الكونتنتس بتاعه المسج، يعني يبتدي يطلع للاير نمبر يعني عند الديستنيشن بس، هنبتدي نتحرك من بعد لاير 3 نطلع لاير 4 و5 و6 و7 اللي هو الابلكيشن لاير، عشان مثلا لو انا عايز افتح جوجل يظهر عندي على الابلكيشن بتاعتي الويب سايت بتاع جوجل. هنتكلم على الاركتكتشر التاني اللي هو التي سي بي اي بي. البروتوكول بقى اللي بيستخدم دلوقتي هو التي سي بي اي بي بروتوكول. تي سي بي اي بي دي ستاندز فور ترانسميشن كنترول بروتوكول اي انترنت بروتوكول، هو بقى متعرف عليه ان هو البروتوكول المستخدم علشان الانترنت اوكي، بس هو طبعا الفكره ان هو بيستخدم throughout the message جوه النتورك ولانها تطلع كمان بره الانترنت اوكي. البروتوكول دوت بيتكون من 5 لايرز، احنا لما اتكلمنا على او اس اي اتكلمنا ان هو كان 7 لايرز، البروتوكول دوت بيتكون من 5 لاير، هو نفس اللايرز بس هو كومباين مجموعه لايرز مع بعض في لاير واحد زي ما هنشوف السلايد الجاي. لو بصينا عندنا هنا هنلاقي ان هو بيشرح لنا ان البروتوكول لما بنيجي نبعت مسجز على الانترنت احنا بنتعامل بالاي بي ادريسز بتاعه الديفايسز، او على فكره جوه حتى جوه ال كعامه يعني كل كمبيوتر بيبقى له اي بي ادريس ما دام انت كونكتد على الانترنت سواء انت هتبعت او مش هتبعت، بس الفكره ان احنا بعد كده بنستخدم الاي بي ادريس دوت لو انا عايزه ابعت مسج لديفايس تاني. الاي بي ادريس دوت بيتكون من مجموعه نمبرز فور ديسيمال ادريسز، نمبرز يعني مفصوله بنقطه او بيريد يعني ما بين الاربع ارقام ديت، وكل رقم من الاربعه دوت الرينج بتاعه ممكن ياخد رقم يعني من اول زيرو لغايه 255 بحيث ان احنا نقدر نحط رقم كبير جدا او نغطي رقم كبير جدا من الادريسز، لان احنا زي ما احنا بنقول ما دام الديفايس كونكتد على الانترنت يعني هو واخد اي بي ادريس، فاحنا بنبقى متوقعين ان احنا محتاجين كفرج لاي بي ادريسز كتيره جدا. يعني عندنا مثلا اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 ان هي اي بي فيرجن 6 بيكفر عدد اكبر كمان من الرقم اللي هو يعني احنا بيقول ان احنا ممكن نكفر 4.3 بليون، لاي بي فيرجن 6 ممكن يكفر عدد كمان اكتر من كده. يعني زي ما هو واضح عندنا في الـ OSI الـ OSI model الـ physical layer قدامه الـ physical layer في الـ TCP/IP، الـ data link layer في الـ TCP/IP اسمه network interface،
الـ Network Layer في الـ TCP/IP اسمه Internet Protocol IP، الـ Transport Layer اللي اسمه Host to Host Transport Layer، وبعد كده عندنا بقى في الـ OSI الـ Session والـ Presentation والـ Application، التلاتة متجمعين مع بعض في الـ TCP/IP في Layer واحد اسمه Application Layer. وزي ما واضح قدامكم هنا مكتوب الـ functionality of each layer، يعني ده الكلام اللي كان مكتوب في الـ OSI، وطبعا ده معناه ان الـ layer المقابل ليه في الـ TCP/IP بينفذ نفس الـ functionality. تكملة بقى للكلام على الـ network architecture والـ protocol، من الاستخدامات اللي احنا بنقدر، يعني الحاجات اللي احنا قدرنا نستفيد جدا بيها من الـ IP protocol، هو ان احنا قدرنا نعمل المكالمات بتاعتنا عن طريق الانترنت، اللي هي الانترنت تليفوني، ان انا بقيت بدل ما المكالمة بتاعتي هتمشي على التليفون نتورك بقت بتمشي على الانترنت نتورك، وبقى المكالمة كلها بتتم عن طريق الـ IP protocol. يعني اللي انا بطلبه هو الـ IP protocol بتاع الـ device اللي انا او الشخص اللي انا عايزة اكلمه. اوكي، واحنا يعني examples لل voice over the applications كتيرة جدا، الماسنجر، الفايبر، applications كتير، الفيستايم، كل دي applications من ال applications اللي بتشتغل بالشكل ده. المكالمات بتكون free اسبير ان هي بتعتمد على ال usage للانترنت package على ال device نفسها، وزي ما قلت لكم ان احنا بنبقى معتمدين ان هي ان انا connected بالIP بتاع اليوزر مش رقم التليفون بتاع الشخص، ودي اسمها VoIP او Voice over IP.